قالوا لها طولي بالك. نعم. طولي بالك وحدي وحدي. طيب شو هي ها؟ هاي دي كده عم تلفين للدكتور لانه ديما تقبرني كان عندها شويه حراره قلت بستفسر منه حتى ما ياخذها وادفع حتى ما الله لا يوفقك. يعني هلا القط بياكلك عشاكي عم تتبكبكي؟ شو؟ اطلبي مسكول للحكيم. بدي اطلب الحكيم مسكول لك يا مروان. ليه اطلبيه؟ ما الحكمه ما عم يشتغلوا هالايام، بس يلاقي زبون عنده هيك طق بيجي دغري لعندك. لا هيب يا مروان بدناولك اياها، بدناولك على جوزتي يا عمي كده. قربي لهون عن جد 30 ثانيه قربي لهون. هيدي شو الثانيه تحتها؟ 111. ايه 111. 111 هيدي فور فري حبيبي. شو فور فري يعني؟ يعني انه ما بندفع مصاري. هيدي الشركه فور فري. اوه حو حو اوه فور فري. ايه فور فري ببلاش يعني؟ بطلتي تعرفي تقولي ببلاش؟ ايه اصلا اذا لو فور فري ليش ما بتصرف؟ ايه لا منهم ما بتصرف في كهرباء يا مروان عم بتحسب. ما بدي شرج التليفون. طيب ما بدي احطه للتليفون. بتبطبط بشو؟ بالكهرباء. بالفيش ما بيسحب هذا. ما بتجي الفاتوره اخر الشهر. طيب مبلا مروان خلص بقى كل الوقت نقنق علي. هيدي ثلاث دقائق شو هي يا بنت الرقرق؟ هلا بطلنا رقرق صرنا رقرق. هيدي شو هالثلاث دقائق؟ هي مين حكيها؟ هذا الرقم لمين؟ هي ما بعرف مين حكيها؟ ما بعرف عيد الله ما بعرف. انت حكيها ولا؟ لا مين هذا الرقم؟ هلا بدي اعرفه. ولا انا يا مروان شو عرفني؟ هدي الورقه هدي الورقه. وين هو التليفون؟ هدي الورقه لقلك. لا هاي الفاتوره ها طالعه هذا هذا الرقم ها وهي مس كول. هلا فرجيكم هلا فرجيكم مروان. ما جرسنا الخمير والفطير لطلعه مروان. ما عم يدقوا لحظه بس دق. الو هاي عدول. سدي بوزك وليه؟ انت اللي ضايقه وليه؟ انت اللي ضايقه العمى بقلبك عمي. لا لا صهر انت اللي ضايقه. اعترف بالثلاث دقائق. هاتهم وليه؟ هاتهم ثلاث دقائق 9 بسنة 3 طب هيدي اذا بتقسمها على هات 250 ليره هات لها يا مروان. معقوله؟ لو بنرمك على جوزك كيف 250؟ هلا بتحطها 250 بتبظها بظ. هلا 250 بتطلع المخابره هات لها. طب ما انا ما معي غيره. ما بيي الرقروق الكبير اعطيني مصروف كل الشهر. بيك الرقروق بيك معه يمشي. ما بيك كل عمره كحته. قد ايه بدك منه؟ 750. خذ هاي 750. يعني يا مروان عن جد يعني مش معقول كلها طلعت هالفاتوره 20 دولار جاي تحاسبني عليها. قد ايه طلعت؟ 20 دولار. شو 20 دولار؟ يعني 20 دولار. 20 دولار شو معناتها؟ 20 يبعث لك فاني يقشك قش يقشك قش يكون محمل ركاب ويطرقك وياخذوك على الطوارئ ويجوا ست حكمه يفتلوا براسه اليمين وشمال وما يلاقوا لك دواء. خلص يا مروان والحرام عليك. من العمى بقلبك يا مروان. انا انت بتعرف انا قد ايه بحبك. لقيتك عني هلا بتعرفيني انا بهر دغري. بنبك اياها اسكتي على بعض مروان. صح خيي صح. غصه ان شاء الله هلا بيحملوك انت من هون. هلا شو بيجيب كلينكس وبيمسحهم من هون؟ ايدك لهون. شو ها؟ الله اكبر. شوفي شوفي لك الله اكبر. شو بك سهر؟ هيدي شو ها؟ هقلت مي. مين شربينها ها؟ انا خيي عطش ومضايق شوي. عطش؟ خيك عطش ام عشت؟ شو اكل ولا؟ باكل سهر بس. شو هاد الشاي؟ شو شربت ها؟ لانه عندي طلع عندي مشاكل بالكلى وقال لي الحكيم لازم اشرب مي معدنيه. اشرب شو بدك تشرب؟ مي معدنيه. قلبي ما بتقعد عندي وتشرب مي معدنيه؟ العمى بقلبك انت بلا مي بتصرف 3 براميل بالجمعه، هلا بالمعدنيه كمان؟ اشرب من السيفون. نعم؟ من الحمام بالسيفون اشرب. كيف بدي اشرب من السيفون؟ كيف بدك تشرب من اوووه كل عمرك كنت تشربه من الساقيه، تحط امك هيك تشيل الرملات وتشيل المحصات وتشرب شرق. لا بتضرب السيفون. بتجيب كبايه بلاستيك. بلاستيك؟ ليش مش ازاز؟ مش ازاز لانه الازاز بتصير بدك تجليها، بصير بدك تصرف مسحوق. العمى بقلبك عمي ما بتفهم. بتجيب بلاستيك هذيك بتشقشقها شقشقها وبترجع بتشكها بالهذا. فهمت؟ بتطرق السيفون وبتحط الكباية هيك وبتطرق. بدي اشرب من السيفون سهر؟ ايه شو عم تتدشى ولا اكل شيء انت؟ لا سهر اكيد منك اكل شيء؟ بلا في لحظة لانطر عليك ثانية. الله اكبر اكل شيء افتح تمك افتح تمك. بس شو؟ بس شو هذا اللي معلق جوا؟ بقدونس. بقدونس؟ لا ما بقدونس، في حد ابيض يعني سفينه. ايه سفينه العمى بقلبك. سفينه قشك قش ياخذوك على اخر بحر وما ترجع منه. شفت في شقفه الجيش؟ راسي دخيلكم راسي. خذ خذ بنادول خليني اقوم جيب لك مي. عيني هون العمى بقلبك ما بدك تجيبي لي مي بزلطها صارت ببلعها بلح. جيب لك مي من السيفون سهر؟ من السيفون بدك تعطيني اني مي يا ابن الرقروق؟ ايه انت وعائلتك بتشربوا من المجارير العمى بقلبك وقلب اختك.